أهلا بكم في محورنا التالي الذي والثاني الذي نطرح فيه موضوع التطورات في الحالة الجوية وموضوع تعطيل دوام المدارس وتأجيل الدوام يوم غد. أبدأ بداية بمدير موقع طقس العرب محمد الشاكر. محمد مساء الخير. مساء الخير محمد. معلش اسمح لي، أول إشي اليوم الناس في تساؤلات كثيرة إنه نعم صابت التوقعات، شهدنا زخات ثلجية متفرقة عمت معظم المناطق فوق 900 متر وتحت 900 متر، لكن التساؤل حول موضوع الانجماد والجليد إلى آخره، الشوارع ليست بتلك الرطوبة، ما فيهاش مي كثير. أسمع نعم تعقيبك لو سمحت. مساء الخير لك ولجميع الإخوة المشاهدين. درجات الحرارة نبدأ بها الآن في مناطق مختلفة من المملكة تسجل حاليا مستويات دون الصفر المئوي. في العاصمة عمان بحد ذاته درجة الحرارة الآن في مرتفعاتها تهبط إلى ما يقارب نصف درجة مئوية تحت الصفر. أقل درجة حرارة الآن في المملكة هي في قرى الشوبك 3 درجات مئوية تحت الصفر. في محافظات الشمال أيضا درجات حرارة متدنية للغاية، في المفرق مثلا درجة مئوية 1 تحت الصفر، وفي مناطق عدة من هناك درجات الحرارة هي حول الصفر المئوي. هذا وقت مبكر جدا لأن تدخل درجات الحرارة إلى هذه المستويات، وينذر بأن الليلة القادمة قد تكون الأبرد على الإطلاق في فصل الشتاء، وربما منذ سنوات طويلة أن تدخل درجات حرارة هذه المرحلة السالبة بهذا الوقت. آخر صور الأقمار الاصطناعية وشبكة مندوبية طقس العرب أفادوا إلى أن هناك تساقطات ثلجية كانت كثيفة قبل قليل في مناطق المفرق وأيضا منطقة دير الكهف في منطقة المفرق وأم القطين، إضافة إلى أجزاء من محافظة الزرقاء شهدت بعض الزخات الثلجية، إضافة إلى أيضا محافظة البد. جميع هذه المناطق أيضا بحسب مندوبينا في المنطقة الشمالية تشهد طرقا مبتلة بسبب إما تساقطات المطر التي حدثت قبل قليل أو بسبب أو بفعل التساقط الثلجي الذي حدث. بعض المناطق شهدت تراكمات ثلجية مثلا في محافظة المفرق. أما المنطقة الوسطى الآن تشير أن هناك بعض السحب والغيوم بدأت بالدخول إليها وقد ينتج عنها بعض التساقط الخفيف للثلج أو حتى المطر في المناطق المنخفضة ارتفاعا، وبالتالي ربما خلال الساعة القادمة تصبح بعض الطرق في المنطقة الوسطى من المملكة أيضا مهيئة لأن يتشكل عليها طبقة من الجليد. باختصار نتوقع دخول درجات حرارة هذه الليلة في كافة مناطق المملكة باستثناء الأغوار والعقبة إلى مستويات متدنية الصفر أو ما تحت الصفر. في العاصمة عمان بحد ذاتها تنخفض درجة الحرارة هذه الليلة إلى ربما 3 درجات مئوية تحت الصفر، تنخفض إلى 5 و6 درجات مئوية تحت الصفر في جبال الشراع. أي مسطح مائي موجود سواء على الطرقات أو في جوانب الطرق سيتعرض إلى الانجماد والجليد هذه الليلة. الطرق التي يمكن للمواطنين التقدير بحد ذاتهم إذا كانت الطريق أمامهم مبتلة فبالتالي ذلك يعني أن هذه الطرق هي ستصبح جليدية، والطرق الجافة لن يحدث عليها أي شيء، ولكن هناك بقع مائية في الطرق تشدد أيضا تشكل خطرا كبيرا، وبالتالي التقدير هو تقدير ذاتي لهذه الحالة بحسب المنطقة، ولكن حالة شديدة من الانجماد والصقيع متوقعة في أغلب ومختلف مناطق المملكة، لدرجة أن نتوقع أيضا تجمد المياه داخل المواسير في بعض مناطق المملكة خلال ساعات هذه الليلة، خاصة تلك المواسير المكشوفة في الخارج. طيب محمد، إلى متى سيستمر هذا الحال؟ يعني بكرة صباحا لأي ساعة ممكن يضل عندنا درجات الحرارة غدا صباحا دون الصفر حتى الساعة 9 صباحا على أقل حال، وبالتالي تبدأ درجات الحرارة بعد الساعة 9 صباحا بالارتفاع التدريجي فوق الصفر المئوي، لكن هو أقل درجة حرارة الآن الصغرى هي أقل درجة حرارة تسجل في ساعات النهار أو في ساعات اليوم تأتي بعيدة شروق الشمس، يعني فنتوقع غدا أن الصغرى تسجل بين الساعة 7 و7:30 وهي أقل درجة حرارة في اليوم. غدا هذه أقل درجة حرارة وتبدأ درجات حرارة من الآن أو من دخولنا في ساعات الليل حتى هذه الساعة اللي هي الساعة 7 من الصباح اليوم التالي بالنزول والهبوط، فبالتالي نتوقع أن تستمر درجات حرارة بالنزول هذه الليلة وصولا إلى أقل قيمة لها عند الساعة 7 من صباح يوم غد، وبعد ذلك تبدأ بالارتفاع وتعود الارتفاع، تحتاج تقريبا بحسب مقدار هبوطها تحت الصفر إلى الارتفاع، فمثلا عندما نتحدث عن 5 درجات مئوية تحت الصفر في بعض المناطق تحتاج إلى أكثر من 3 ساعات أو 4 ساعات حتى للصعود فوق الصفر المئوي. في العاصمة عمان إذا هبطت درجات على مستويات 3 درجات مئوية تحت الصفر كما متوقع فهي تحتاج ما بين 2 إلى 4 ساعات للصعود فوق الصفر المئوي بحسب المنطقة. طيب محمد، هذا عن اليوم وبكرة الصبح. نعم. وبكرة بالليل
الخميس الصبح نفس الحالة؟ طبعا تحسن يوجد نسبي ليله الاربعاء الخميس، لكن درجات الحراره تبقى دون الصفر المئوي في العديد من المناطق او حول الصفر المئوي. ليله الاربعاء الخميس الحال بنفس الشيء من ناحيه البروده والاجواء، قارصه البروده ودرجات الحراره مدنيه للغايه، صقيع شديد متوقع، انجماد في اي مسطحات مائيه مبتله متوقع ايضا ليله الاربعاء على الخميس، ونتوقع ايضا ان تكون الاجواء بارده للغايه، لكن الذروة لهذه الكتلة الهوائية القطبية قارصة البرودة ستكون ليلة الثلاثاء على الأربعاء بشكل أساسي، هي ذروة تأثير هذه الكتلة الهوائية القطبية، ودرجات حرارة غير معهودة متوقعة في معظم مناطق المملكة نسبة لهذا الوقت العام، أو حتى نسبة لفصل الشتاء درجات حرارة لا تصل إلى هذه الحدود في الأردن بهذا الشكل كما هو الحال هذه الليلة. طيب محمد، سؤالي بكل صراحة، هل الموضوع سينتهي الخميس على الجمعة، الجمعة على السبت؟ الأسبوع الجاي في تكهنات كثيرة، لكن ما الحقيقة حول الأسبوع القادم حتى اللحظة على أقل تقدير؟ محمد، طيب سأعود لمحمد الشاكر بعد لحظات. أذكر أن الطقس العرب على رسالة محمد الشاكر أكدوا قبل لحظات أن درجات الحرارة تسجل ما دون الصفر المئوية في كثير من مناطق المملكة، وأن معظم مناطق المملكة أو كافة مناطق المملكة عدا الأغوار والعقبة ستسجل درجات حرارة دون الصفر المئوية هذه الليلة وساعات الصباح الباكر يوم غد الأربعاء، والأمر ينعكس كذلك على الأربعاء الخميس. سنسأل محمد الشاكر عما هو قادم، تحديدا ما يدور الحديث عنه حول حالة جوية يوم السبت وحالة جوية بعيدة منتصف الأسبوع المقبل، خصوصا أن هذه حالات جوية لم نعتد عليها في مثل هذا الوقت من السنة. أذكر فقط أن معظم مناطق المملكة اليوم شهدت تساقطا لزخات ثلجية متفرقة، سنتابع وإياكم بعض اللقطات التي صورناها والتقطتها عدسات رؤية اليوم لتساقط زخات ثلجية متقطعة. بعض المناطق شهدت تراكمات ثلجية تحديدا في المناطق جنوب المملكة، نتابع إياكم هذه اللقطات من محافظات عجلون ومن منطقة الشوبك ومن منطقة الطفيلة. أعود لمحمد الشاكر من جديد. محمد، أعود إليك بعد هذا الخلل، وبدي أسمع منك السبت والأسبوع المقبل كيف سيكون شكل الأحوال الجوية؟ بشكل عام محمد، ما هو متوقع خلال الأسبوع القادم هو استمرار سيطرة مرتفع جوي على أواسط وشمال القارة الأوروبية. ذلك المرتفع الجوي سيؤدي إلى استمرار اندفاع الكتل الهوائية نحو المنطقة الشرقية للبحر المتوسط. أتوقع اندفاع لكتلة هوائية باردة نحو منطقة جنوب شرق أوروبا خلال الأسبوع القادم. نتوقع أيضا أجواء غير مستقرة، غير واضحة المعالم حتى اللحظة هذه الأجواء، ولكن ما نستطيع قوله أنه لا يوجد ارتفاع ملموس على درجات حرارة متوقعة الأسبوع القادم خلال أيام ذلك الأسبوع في المملكة. لكن طبعا الواقع حتى اللحظة ما هو واضح بيننا هو أن درجات حرارة هي أفضل حالا مما عليه الحال هذا الأسبوع، فنتوقع ارتفاع درجات الحرارة لكنه غير ملموس. هناك كتل هوائية ما زالت قريبة من المنطقة، نتوقع أن تأثر بأحوال جوية شتوية كمنخفض جوي شتوي الأسبوع القادم يعني على هيئة أمطار وأجواء باردة، وبالتالي لمن يسأل عن بدء فصل الربيع أو حتى نهاية هذه الأجواء الباردة فحتى اللحظة هي غير واضح، وهناك المزيد من الهواء البارد يتدفق إلى المنطقة بمشيئة الله تعالى. الحديث عن أمطار السبت محمد، وارد غير وارد؟ هناك يوم الجمعة هناك فرصة لهطول أمطار يومي الجمعة والسبت في المنطقة الشمالية على وجه التحديد بالدرجة الأولى، قد تمتد نحو المناطق الوسطى. نتحدث عن هناك احتمال لعودة الصقيع للأحد على الاثنين من جديد وعودة درجات حرارة منخفضة، فبالتالي الأسبوع القادم أيضا أسبوع غير مستقر من ناحية إما درجات حرارة والأجواء. ما أود قوله بأن الجميع يعلم بأننا نتعامل مع خرائط جوية يمكن الأخذ منها ببعض العناوين العريضة كما نسميها، فالعنوان الأبرز الأسبوع القادم هو استمرار سيطرة المرتفع الجوي في أواسط وغربي القارة الأوروبية. هذا الأمر يبقي الأمور مفتوحة لما هو متوقع الأسبوع القادم من منخفضات جوية ومدى شدتها وبرودتها وأمطارها، فبالتالي الأسبوع القادم أسبوع غير مستقر، وعندما نبدأ بالاقتراب من المسافة الزمنية من أيام ذلك الأسبوع ستبدأ الصورة بالوضوح أكثر. ولكن ما أستطيع أن أقوله اليوم بأن
هناك تحسن في درجات الحرارة متوقع يوم الجمعة والسبت، هناك ارتفاع متوقع درجات حرارة، لكن درجات حرارة لن تعود إلى حتى معدلاتها الطبيعية. المعدل الطبيعي الآن في العاصمة عمان درجة حرارة تقريبا حوالي، نتكلم عن تقريبا 17-18 درجة مئوية في ساعات النهار. هذا الأمر نوعا ما الآن مستبعد أن تصل إليه درجات حرارة في ساعات النهار إلى هذا الحد. فإذا نظرنا مثلا إلى درجات الحرارة المتوقعة أيام الأربعاء والخميس والجمعة، نجد أن مثلا يوم الأربعاء 7 درجات مئوية، يوم الخميس 9 درجات، يوم الجمعة 11 درجة مئوية. فتتحسن درجات الحرارة محمد بالنسبة لهذا الوقت الذي نعيشه الآن، هو أفضل حالة من الأيام القادمة، لكن بالنسبة للمعدل الطبيعي فهي أقل بكثير من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام. بعض بسألني اليوم عن الثلاثاء، موعد انتخابات البلدية، عندنا تصور كيف ستكون الأجواء؟ والله للأسف ما زال هناك عدم وضوح كيف الأجواء ستكون بالضبط. الأمور جدا متغيرة بالنسبة لتلك الفترة، لكن خلال 48 ساعة القادمة تصبح الأمور أكثر وضوحا. هناك نوع من أنواع الصعوبة في إجراء التنبؤات الجوية لمسافة تزيد عن 5 أو 6 أيام في هذا الوقت من العام لعاملين. أول شيء العامل الأول بأننا الآن في نهايات فصل الشتاء، تصبح الأنظمة الجوية تتداخل مع بعضها البعض، الأنظمة الربيعية وتلك الشتوية، وبالتالي ذلك يجعل هناك صعوبة كبيرة في الخرائط الجوية باستشعار أوقات دخول الكتل الهوائية بشكل واضح. الأمر الآخر هو أن أيضا النظام بحد ذاته وهو المرتفع الجوي في غربي القارة الأوروبية، هذا دائما من شأنه يضعف قدرة الخرائط الجوية على التنبؤات المبكرة بعكس ما هو يكون عليه الحال أحيانا في أنظمة جوية أخرى. فبالتالي لا يمكن معرفة بالضبط كيف سيكون الطقس يوم الثلاثاء، لكن يمكن القول بأن الأسبوع القادم هو أسبوع غير مستقر، لا حراريا ولا من حيث الحالة الجوية ومن ناحية الأمطار والهطولات. سؤال أخير محمد، ممكن نشوف ثلج الأسبوع الجاي؟ ممكن. ممكن كل شيء وارد، ممكن كل شيء وارد، هذا الشيء لا يمكن نفيه، ولكن بنفس الوقت لا يمكن التأكيد من اليوم على أو هل اليوم الخرائط تشير بشكل مباشر إلى وجود تساقط ثلج؟ الجواب ولا، لكن هل ممكن أن تتطور الخرائط؟ من خبرتنا نعم، هناك قابلية لتطور الأنظمة الجوية بناء مع ما نشاهده، ولكن أيضا في ذات الوقت الفرصة متاحة أن تكون الأمور تبقى على ما عليه وأن نشهد فقط مجرد بعض الأجواء الماطرة، لكن الطقس مرة أخرى الأسبوع القادم أيضا يبقى بارد للغاية. نعم، أشكرك كل الشكر محمد الشاكر مدير موقع طقس العرب، كنت معنا مباشرة، أوضحت الحالة الجوية الليلة غدا الجمعة والأسبوع المقبل، وأبرز ما يميز الأسبوع المقبل أنه أسبوع غير مستقل ودرجة الحرارة ستبقى منخفضة. بعد فاصل قصير مشاهدينا، بعد أن تحدثنا عن الحالة الجوية سنتحدث عن القرارات المرتبطة بالحالة الجوية وتحديدا قضيتي عطلة المدارس ورغبة الأردنيين بالتعطيل في أي لحظة كانت أو تأجيل الدوام. بعد فاصل نواصل القبان. أهلا بكم من جديد، نواصل حديثنا وأرحب بدكتور حسين الخزاعي أستاذ علم الاجتماع مباشرة معنا من عمان. دكتور حسين مساء الخير. الخير يا مرحبا. يا دكتور، أنا سؤالي الأول، كل ما نقول في ثلج أو ممكن تثلج الدنيا، السؤال بيكون عن العطلة، شو سر حب الأردنيين العطلة؟ يسعد مساك أستاذ محمد، وكل التحية والاعتزاز إلى قناة رؤيا ولكل الإخوة المشاهدين والمتابعين لأن عبر هذه القناة. طبعا هو السر هي عطلة، إنه فيها راحة، فيها كسر روتين الأعمال اليومية اللي هم بقوموا فيها كالمعتاد، وأيضا كمان هو انتظار إلى فرحة قادمة، وخاصة إذا كان في هطول ثلج، إذا كان في يعني أجواء شتائية بينتظروها الناس دائما وبيفرحوا فيها وبيرتاحوا لما بيشوفوها وبيكسروا الجمود والروتين والتقليد اليومي. هذا سبب. السبب الثاني المهم انه هو تخطيط نفقات، يعني الاخرى مسؤولياتها كثيره في الايام العاديه، بودوا اولادهم على المدارس وهم بيروحوا على الشغل، في نفقات بدل تنقلات مواصلات، ممكن في قلق في تفكير بالاولاد وفي متابعه في لم للأسرة، شمل الأسرة كله بيلتم داخل البيت. وعدا عن ذلك إنه يعني هو زي ما بيحكوها، يعني إنه إحنا روتين ما فيش دافعية إني أنا مثلا أخسرها، إني إذا ما رحت على
شغلي او اذا عطلت، لانه نفس العمل نفس الروتين، ما في مكتسبات جديده ممكن انه الانسان ينتظرها اذا ما راح على الشغل. روتين تقليد. يا دكتور حسين اسمح لي، يا دكتور اسمح لي ارجوك. نعم. احنا اليوم عندنا مشكله في انتاجيه الموظف، وعندنا مشكله وبنحب العطله، ولسنا دولة لا يعني متقدم اقتصاديا ولا عندنا رفاه اقتصادي وبدنا نعطل. كيف تركب هاي المعادلة؟ هو أنا حكيت لك الدافعية، هي المشكلة في الدافعية أستاذ محمد. ما في حوافز. العامل بيقول لك أنا نفس الأجر نفس العمل نفس الروتين، وإذا عطلت بأخذ نفس الراتب ونفس العمل ونفس الروتين، فأيهما أتعب ولا أقعد في البيت وأخذ الراتب؟ هاي قضية. القضية المهمة الثانية فيها توفير نفقات أخي محمد على الفرد. الواحد قاعد في الأردن تقريبا 180 دينار شهريا بيصرف على المواصلات وعلى النقل وحتى يصل إلى مكان عمله ويرجع من مكان عمله، وهذا كله توفير على الأسرة، ممكن يشتري فيها أمور كثيرة للبيت. الآن إحنا الدافعية هاي إذا حسناها وعملنا في حوافز للعاملين، مثلا في هذه الأيام العطلة اللي بتعطل بقرروا فيها العطلة، يكون فيها مثلا زيادة للموظفين ساعة بساعة ونص مثلا أو إعطاء أجر زيادة، هذا ممكن بيدفع المواطن إنه يروح على العمل. هي قضية. قضية ثانية إنه في أيام الشتاء وخاصة إحنا لازلنا بفصل الشتاء، بتعرف بصير في خوف على الأبناء في المدارس، متى بدهم يروحوا متى بدهم يا دكتور حسين. احنا مش بس عطله، حتى تاجيل في ارتياح للتاجيل كمان. العطله بينتهي اخي محمد، فاحنا باهم حاجه لنا في فصل الشتاء تحديدا انه نحاول قدر المستطاع انه نستثمر هذا الفصل في الانتاجيه، ولكن زي ما انت شايف الازدحامات بتصير بالشوارع في الشتاء، وايضا كمان ممكن حوادث السير تزداد، الانزلاقات الانجماد. وانا كنت اسمع للنشرة الجوية والله يعطيهم العافية، يعني طقس العرب ودائرة الاحصاءات ودائرة الارصاد الجوية باستمرار بيعطونا اول باول النشرة الجوية، هذا بتخلي المواطن يلتزم في بيته وما يطلع ولا يعرض نفسه الى الاثار او الى الاضرار، وخاصة امراض الشتاء، خاصة الاختلاط اللي بيكون ناجم عن ازدحام الاشخاص او الطلاب في المدارس او في الجامعات او في الاماكن اللي ممكن يقدموا فيها خدمات للاخرين، في ظل عدم مثلا عدم وجود التزام من بعض الناس في الضوابط الصحيه. فصل الشتاء بتعرف فصل ممكن من خلال هذا الفصل انه تنتقل الامراض الكثيره. لهذا السبب الاردنيين بيفرحوا لما بيتم الإعلان عن أي عطلة لهم، لأنه بيعتبرها مكسب بالإضافة إلى الأيام الأخرى اللي هو بعطلها بشكل طبيعي اللي هي يوم الجمعة. نعم. أو الجمعة والسبت لموظفين الحكومة. واضح. أشكرك كل الشكر دكتور حسين على الإيضاح، لأنه إحنا حابين نفهم منك لماذا يحب الأردنيين موضوع العطلة، ليش الكل بيسأل عن العطلة، ليش أهم إشي كان العطلة أو تأجيل الدوام. بينتقل مباشرة ناطق إعلامي باسم وزارة التربية دكتور أحمد مسافر. دكتور أحمد مساء الخير. مساء الورد أخي محمد، يا أهلا. دكتور أحمد، امبارح صار حالة من الإرباك عند الناس في موضوع العطلة من عدمها واتخاذ القرارات وما إلى ذلك، واليوم أخذتوا قرار مبكر بتأجيل الدوام يوم غد. بناء على شو بنأخذ قراراتنا دكتور أحمد؟ أستاذ محمد مساء الخير. مساء الخير جميع المتابعين. سيبي أنت بتعرف أنه إحنا سلامة أبنائنا الطلبة وكوادرنا الإدارية والتدريسية، هذا بالنسبة لنا في وزارة التربية والتعليم متطلب أساسي وفي غاية الأهمية. لذلك كل قراراتنا التي تتعلق بتحديد طبيعة الدوام هي من أجل الحفاظ على صحة طلابنا وكوادرنا الإدارية والتدريسية. أمس فوضنا مديري ومديرات التربية باتخاذ القرار المناسب بتحديد طبيعة الدوام كل في منطقته بالتنسيق مع الحاكم الإداري. طبعا كل مدير تربية وتعليم أعلن عن تحديد طبيعة الدوام، منهم من علق الدوام ومنهم من أخر ومنهم من جعل الدوام يسير كالمعتاد.
بتعرف انه مدراء التربية يعني مرتبطين مع مدراء المدارس بمجموعات واتساب، وكل مديرية لها صفحة على الفيسبوك وكل مدرسة لها صفحة على الفيسبوك، فبالتالي ما اعتقد انه يعني صار اي ارباك، لانه خلينا نقول الطلاب واولياء الامور متابعين لصفحات مديريات التربية والمدارسهم على الفيسبوك، وعرفوا بالقرار في وقت خلينا نقول يعني مبكر، وبالتالي يعني جهزوا امورهم بناء على هذه القرارات. لكن اسمح لي يا دكتور، يعني البعض تساءل لماذا اليوم عطلنا مدارس ليش؟ يعني ما هو الان يجوز قبل شوي سمعنا الى الاستاذ محمد الشاكر لما تكون درجة الحرارة اقل من الصفر، وبالتالي الليالي هذه ابرد ليالي في الشتوية، وقال منذ سنوات، وبالتالي نحن لن نجازف بصحة أبنائنا الطلبة وصحة كوادرنا الإدارية والتدريسية. إحنا نؤمن دائما بدرهم وقاية خير من قنطار علاج، يعني لا سمح الله لو تعرض أي طالب لأذى نتيجة خروجه في هذا الجو البارد، يعني نحن يعني لا نريد مثل هذا الأمر، نحن نريد الحفاظ على صحة أبنائنا الطلبة، ولذلك تم اتخاذ هذه القرارات. دكتور أحمد، دوام الفترتين شو صار عليهم؟ اللي دوام 6 و7 الصبح شو بده يصير عليهم هذول؟ لا احنا الان ما في دوام 6 و7 الصبح، احنا الان في شهر 3، بتعرف انه الدوام اصبح يبدا في التمام الساعه 8:30 بناء على القرار، وجزء ناقشنا ذلك عندك في الاستوديو. الان بكره تاجيل الدوام لغايه الساعه 10، كل مديرية التربيه والتعليم انا شفت يعني اعلنوا على صفحاتهم كيف طبيعه الدوام، الفتره المسائيه تبدا كالمعتاد 1:30 وتنتهي بنفس توقيتها. الآن الفترة الصباحية في بعض المدارس مثلا قللوا مدة الحصة، في بعض المدارس بدأوا بالحصة الثالثة مباشرة، هذا يترك يعني لمديرية التربية والتعليم، هذا إجراء تنظيمي داخل مديريات التربية والتعليم. طيب دكتور أحمد، المدارس الخاصة بعدها وردت ملاحظات من بعض المدارس لم تلتزم لا بقرار عطلة اليوم وداومت عادي، ولا بقرار التأجير يوم غد، هل هذا القرار ملزم للمدارس؟ نعم، قرار التأجيل يعني هم طلاب المدارس الخاصة، هم طلابنا بالنهاية، هم طلابنا ونحافظ على صحتهم، وبالتالي يجب على المدارس الخاصة أن تلتزم بقرار التأجيل حتى الساعة 10. يعني نحن ننظر إلى جميع الطلبة سواء طلاب في مدارس خاصة أو مدارس حكومية أو وكالة غوث، هؤلاء كلهم هم من مسؤولياتنا في وزارة التربية والتعليم، وبالتالي يجب أن يلتزموا بهذا القرار حفاظا على صحة طلابنا وصحة كوادرنا الإدارية والتدريسية. طيب بدي أشكرك كل الشكر دكتور أحمد المسافة، بس إذا عنده واحد، إذا واحد المدرسة أبلغتهم ما في تأجيل مين يبلغ؟ يبلغكم كوزارة؟ نعم يا سيدي، إحنا أبوابنا مفتوحة يعني 24 ساعة للتعامل مع أي قضية تخص المدارس سواء حكومية أو خاصة أو أي مدرسة، وبالتالي يعني قلوبنا وأبوابنا مفتوحة لأي ملاحظة. نعم، أشكرك كل الشكر. ناطق إعلام باسم وزارة التربية والتعليم دكتور أحمد المسافي، كنت مباشرة معنا عبر الهاتف.